السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده. اليوم نديروا الصمصه، الوصفه التقليديه الجزائريه المعروفه ومحبوبه الجميع. باش نديروا هذه الوصفه لازم نبداو بلا فخصيه. الاولى نديروا 3 كيلات نتاع اللوز، واللي ما عندوش اللوز على بالي بلي اللوز راه غالي وماشي الناس ماشي كامل تقدر دير اللوز، ديروا الكاوكاو معليش. ديروا 3 كيلات تاع اللوز ولا الكاوكاو، وديروا كيله نتاع السكر وشويه تاع لافاني وتفتلوا هكذا. انا ديجا اللوز راه محمص بصح ما خليتوش يكحل لي ولا خليته بيض، ونخليوه في جهه باش يذوب هذاك السكر. دوك العجينه عندي هذا الكاس غير شويه كبير على الكاس تاع لاتاي معمر، درت 4 كيلات فارينة، قرصة تاع ملح، وكيلة تاع الزبدة مذوبة تنحيو لها هذاك البيض كامل، هذاك هو اللي يخسر العجينة، ولافاني ولينت العجينة بالماء بالمسهر. فوالا شوفوا العجينة لينتها برك، ما عجنتهاش لينتها، وخليتها تريح واحد ربع سوايع ولا قد ما تخليوها تريح تجي العجينة سهلة. دوك انا درتها باليد، ما حبيتش نديرها بلا ماشين باش هكذا الناس كامل يقدروا يديروها. ودرت لكم هذا الكرتونه عبرت باش هكذا نوري لكم اللي ما يقدروش يجيبوا العبار باش يجيوهم كامل كيف كيف. ولا درتوهم وحسيتوا بلي العجينه خشينه تقدروا تعاودوا لها بالرولو وتعاودوا تقطعوها. شوفوا كيف نقطعوها شويه من الفوق ونديروا لا فاخس هكذا. هذه الطبقه الاولى فوالا، من بعد الثانيه، من بعد الثالثه توها على 3. فانا شوفوا كيش خرجوا الحبات تاعنا تجيو كامل كيف كيف. راني كملت حتى كملتهم كامل، درتهم في سنيوه من بعد بديت نقلي فيهم. شوفوا تستعينوا بمغرفه، لازم ترميوا لها الزيت من الفوق هكذا كي تتقون فلا عرفوا باللي الصمصه تاعكم راهي ناجحه، ويلا ما طلعت بقات بلات تعرفوا ماهيش ناجحه. فوالا حتى كملت كامل قليتهم، ودركا درت العسل وعسلتهم. شوفوا كيش خرجوا مقرمشين هايلين بدون اي اضافات، ما فيها لا بيض لا والو، باسكو انا نشوفوا كامل بزاف دوك راهم يزيدوا لها في البيض، والوصفه الاصليه هذه هي ما فيهاش البيض. والى الملتقى ان شاء الله.